أهلا وسهلا بكل متابعينا ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. ما زالت الجامعات الخاصة بتواصل إتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة حتى الجمعة القادمة، وخليني أذكر حضراتكم كمان إن إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام بالجامعات الخاصة والأهلية بلغ حتى الآن 71 ألف طالب مقارنة بنحو 45 ألف طالب العام الماضي، بزيادة قدرها 26 ألف طالب هذا العام بنسبة زيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي. تفاصيل أكتر هنعرفها من الزميل محمد صبحي الكاتب الصحفي ومسؤول ملف التعليم العالي باليوم السابع. أهلا بك يا محمد ومنورنا في تلفزيون اليوم السابع. أهلا بيك وأهلا بمتابعي تلفزيون اليوم السابع. أهلا بك، عاوزينك تكلمنا عن تفاصيل استمرار إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتقديم في الجامعات الخاصة. بالفعل زي ما حضرتك ذكرت، مجلس الجامعات الخاصة كان مجتمع الأسبوع الجاري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور محمد الغر استعرض تقرير عن نسب القبول في الجامعات الخاصه، وكمان المجلس اتخذ قرار باستمرار اتاحه القبول امام طلاب الثانويه العامه الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصه حتى يوم 14 اكتوبر الجاري. اضافه الى ذلك استعرض ايضا تقرير باعداد ونسب القبول في الجامعات الخاصه والاهليه الجديده، لان احنا طبعا عندنا 12 جامعه اهليه جديده انضموا لمنظومه التعليم الجامعي في مصر هذا العام، واكد التقرير ان 71 الف طالب تم قبولهم في الجامعات الخاصه والاهليه خلال هذا العام. طيب لو جينا نتكلم عن تفاصيل نسب القبول بالحد الادنى بالجامعات الخاصه. ووفقا المجلس الاعلى المجلس الجامعات الخاصه كان أقر حدود الدنيا وتم إعلانها للتقدم للجامعات الخاصة، وأيضا التقدم بيكون بشكل مباشر في هذه المرحلة وليس من خلال موقع تنسيق موحد، يعني بيستطيع الطالب الحاصل على الحد الأدنى للقبول بأي من كليات الجامعات الخاصة التقدم بشكل مباشر والتوجه إلى مكتب القبول بالجامعة الراغب للالتحاق بها، ومن ثم تقديم ملفه واوراقه واستكمال اجراءات القيد في حاله القبول. يعني هو بيروح على الجامعه على طول، مفيش بقى موقع الكتروني او حاجه الكترونيه او تقديم عن طريق الانترنت ولا الكلام ده. بالظبط. تمام، طيب هل في حصر بعدد الطلاب اللي التحقوا بالجامعات الخاصه هذا العام ولا لسه مفيش حصر حتى الان؟ هو الحصر المبدئي اللي طلع زي ما انا ذكرت لحضرتك وزي ما حضرتك ذكرت كان 71 الف طالب في الجامعات الخاصه والاهليه، واحنا عندنا دلوقتي حوالي 25 جامعه خاصه اضافه الى 12 جامعه اهليه جديده انضموا هذا العام وتم بدء الدراسه بهم يوم 1 اكتوبر الماضي. هو الدكتور ايمن عاشور تابع على مدار الاسبوع انتظام الدراسه بهذه الجامعات الجديده وتنظيم الاسبوع التعريفي للطلاب المقبولين بهذه الجامعات. طيب هل متاح التحويل بين الجامعات الخاصه في الوقت الحالي ولا خلاص اصبح التحويل غير متاح؟ لا، هو هذا الامر انتهى، خاصه ان العام الدراسي بدا وفكره اتاحه الفرصه امام الطلاب في قرار صدر من مجلس الجامعات الخاصه برئاسه وزير التعليم العالي، وهدفه الحفاظ على مصالح الطلاب وايضا الانضمام للكليات التي يرغب فيها الطالب، فبالتالي اتاح الفرصه. اما فيما يخص الحدود الدنيا للقبول فكان الحد الادنى للطب سجل هذا العام في الجامعات الخاصه للتقدم 82%، طب الاسنان كان 80%، العلاج الطبيعي 78%، الصيدله 74%، الهندسه 68%، اما كليه الحاسبات فسجل الحد الادنى 62% اضافه الى 55% للتقدم بكليات الاعلام والتكنولوجيا والتمريض والاقتصاد والعلوم السياسيه والحقوق والزراعات الصحراويه والزراعه وخلاف ذلك. الزميل الكاتب الصحفي محمد صبحي مسؤول ملف التعليم العالي باليوم السابع، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتها لنا خلال التغطيه. شكرا. وشكر موصول للسادة المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات جديدة على مدار اليوم.